صباح الخير، صباح النور. كي صبحتوا عرفتي تسمح لي كنبدا معاكم بلوك من الحمام. كان عامله عيد دي لو انت كان عامله بلاص بنيه واش كتجمع على الشعر. عرفتي وعينا بلاصه تخدي تعمل شيء. كي صبحتوا كيفاش نتوما؟ سمحوا لي الغباير ديالي. بونو دابا 5:30 ديال الصباح. تخديت صليت ماديو لابسه، بعدين بس هي هذيك السيوه وجبرت من دابا غادي نعمل السكين كير ديالي الصباحي. علاش نوض في هاد الساعه؟ علاش كنعمل سكين كير في هاد الساعه؟ وانا كنظن تكونوا قريتوها في العنوان، ولكن كما قلت لكم غادي نمشيو نعيدو في فرنسا. واخا باقي واحد يومين العيد، ولا يومين الاثنين ولا ثلاثه، بل باقي الاثنين وثلاثه، المهم يومين. غادي نمشيو اليوم مسافرين، غادي نمشيو لفرنسا عند الفاميليا ديال أسامة، عند خالتي وعمي، نعيد معاهم تما. صراحة متحمسة. صراحة خصني نقول لكم سمحوا لي إذا كنت هاد الأيام هاد غبرت عليكم، ولكن صراحة الأيام الأولى كنت شوية مشغولة مع بروجيكت اللي كنت كنخدم عليه. شكرا بزاف على الدعوات ديالكم، شكرا بزاف بزاف بزاف. وابارتي هاد السيمانه الاخرى جات بنت عمي عندي، اللي كتب عليه في انستغرام غيكون عارف. جات بنت عمي عندي، كنت كنقول لكم جات بنت عمي عندي حنا من بلجيكا، وكنت شويه من هي معها الصراحه، على حساب انا غادي نمشي فحال ما تمشي فحال هي، كنت غنبقى معها ايام قليله. داكشي بغيت نابروفيتشر ماكسيموم معها، نعملو ماكسيموم الحاجات. وعلاش ما صورت لكم شي من الدراري كانت هنايا بنت عمي؟ صراحه كان امبوسيبل. علاش؟ جات كما قلت لكم ايام قليله، كنخدم عليه بزاف ديال الحاجات، عندي العيال، عندي الدار، عندي الخدمه، عندي بزاف الحاجات دقه واحده، وكان امبوسيبل نسجل. كاينه شي مرات اللي كنضطر بحال اللي نقول لكم نكونوا شويه واقعيين ونشوف الحاجات اللي ما نقدروش عليهم. انا قبل ملي كتلقى القاتلين وكنت كنعرف نعمل هيدا، كنت كنحاول نعمل الف حاجه بدقه واحده، ولكن من بعد فهمت بانني انا دابا ام وخاصني نعمل داكشي اللي قدرت عليه. بديت كنعمل علاقه الاستطاعه ديالي، يعني داكشي فطراتي بان غادي نكون ستريسي وغادي يكون عندي الشغل بزاف وما غاديش نقدر نسجل لكم، ما غاديش نعمل بزاف ديال الحاجات. صافي كنقول يا سطا ماشي مشكل، ما عندي ما نعمل، اهم حاجه هي الراحه والصحه النفسيه ديالي. على حساب والله العظيم ملي كنت يلاه خلقتي لا، كنت كنحاول نعمل شحال من حاجه في نهار واحد، بخصوص هكذا نعمل الخدمه ونهاديك لا صاب. كاين بزاف ناس كيجي مسا ديال التسجيل ساهل، ولكن والله ما ساهل، كيدي الوقت وكيكون وكتكون شويه تحت الضغط. يعني اي حاجه كتعملها بالك مع غراباسيون، اي حاجه كتعملها بالك مع التسجيل، اي حاجه فهمتوا على داك الشيء. المهم قبل ما كنتش كان هذاك، ما كنتش كنعرف نعمل بحال اللي نقول لكم نعمل ستوب نو بوز ماس نو يوغا ماس ياسطا، هذا هو الليميت ديالي. حيتاش ملي كتلقى قاتلين كنت كنعطي الضغط لراسي وكنعمل اكثر من اللي كنقدر. شحال من مره كنت مع الاخر كنبقى نبكي، مع الاخر ديال النهار كنجلس نبقى نبكي نبكي نبكي، علاش ما نعرف؟ علاش هذاك ستريس وديك الطاقه اللي حملت راسي اكثر من انا نقدر هي اللي في الاخر كترجع لي بديك الطريقه هذه، فهمتي؟ نعست على الشفرين، الشفره هذه بقات مسكينه معوجه، حاول مشطايده ايوا هكذا. وصافي حبيبات ديالي، معرفتش واش الطب بدا نخليه ما نخليهش، تجمعت معكم واحد شويه واخا صراحه ما كنبان لكم مزيان، ما عرفتي عيش صبرت، حطيت الكاميرا هيدا داغين، حطيت شويه ديال الضعيف ما بان لكم شي كحله، بدات كنصور. المهم هكذا وصافي حبيبات ديالي، مسافرين نكملوا التحضير ديال راسي ومن بعد نكملوا اخر الكوسيدات الصباح وجيت موالات. المهم نكمل راسي ونرجع معكم. صباحو. السلام عليكم، صباح الخير عليكم. صباحتي. نتمنى الله تكونوا صباحتو بخير وعلى خير. صباح هذا جيران. زعما صداو شي زعما ياك. صداو شي زعما. المهم جبرتني هنا بس كنجمع معاد. عرفتو ما تيقاش راسي بأننا دينا ماليطة واحدة وماسطة. صراحة عندي واحد الكبير داكشي بلا كبير حوايج آخرين وكل حوايجنا. حيت ثلاثة بينا هنايا. التجارب بزاف. ثلاثة بينا هنايا. صح ديما كندير الحوايج بلا قياس، هاد المره هادي قلت عرفتي ما غنديش الحوايج بزاف، ديت كسكسي هاد الكساوي كيمونو الحوايج هادا ديال الصيف وداكشي العيال، عرفت شنو كتكسب اشنو ديك العيال. بونو باقي الحوايجات ديالي عندي نتهز، مانوريكمش درت بحال هكاكم، ما نحرق لكم شي مفاجاه، غنوريكم غير الحوايج ديال تاني عيد. شوفوا شوفوا كنيده
شوفو 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 هذه قريب غد العيد. انا عندي بحال كونكونطه، المهم هذه ديال ثاني عيد صافي، على حسب حنايا ان شاء الله غنعيدو ثاني عيد. هذاك وصلنا الحاوليه كاسامه ان شاء الله، حنا يجينا الحاولين نهار ثاني عيد. لماذا؟ يمكن تعطلنا ما مشينا نشريو العيد، وقالوا لنا نهار ثاني عيد عاد عاد نمشيو موراه. سيكا توقع بزاف حتى هنايا بزاف الناس وقعوا هكذا على حساب الظروف، الظروف ما ساعدتش الناس نشوف نحاول قبل. ايوا ملي كنا قاعدين 3 ايام عندك سي ماشي مشكل بحال بحال، المهم غنكونوا مع العائله ومجموعين وداك الشيء. دابا مشكله مريطه زعما عملت فيها شويه الحوايج بلاصتي تشاد لي شدوها. المهم بيان اسامه شدنا مريطه بيان صح، اللي مزيان في هاد المريطه هادو البنات هما واخا مثلا كتعمر كثر من القياس عندهم هاد السر هذا، كتحلو باش كتزيد تكبر شويه، كتزيد توسع شويه مريطه. شوفوا واخا كتبان عامره مع هاد اللعيبه هادي سي بيرفكتيسيمو ليستوز. راسي سد وجهت راسي، تفكرت راسي بان عندي واحد بنت خليتها تحت جالسه ناضت الصراحه، وطرت مش على طير واحد شويه على حساب مسكينه راسي جرتهم روحها تروحها تلي في الصيف. عاد تفكرت قلت ما مشات ثلاثه الصراحه كسيوه لبست لها البارح، كنا تنعس واحد كسيوه هذا عاديه الطريق، قلت باش السيده بقات لي نعسه زعما نهزها بكل شيء، ولكن والو ناضت ماما ديالي. صباحي الخير مامي، شنو ميا هذا بنتي بتشن ميا ميا اهي دري وجا مروحه. شنو ماما شنو ميا بيا شمتي كلا موقف حاودولا باي تالي عمر بابا نتالي باي مشات تالي باي باي. عرفتي كلشي كتعملو باي باي، اللي كيمشي كتقولو باي باي، تا تيري ملي كنطفيها لا كتقولها باي 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 برافو ليان. يلا مسحو هما دايرين موكوس سبحان الله. شوف واخا انا كنعيا ونتفادا زعما ندي وجع قليله بزاف، واخا انايا نتفادا هادشي اللي عطا الله. حنا المغاربه فيما مشينا بالعكس ليان في يدي زرتوها المسيكله ديالي كما قلتلكم عندي مريض، عرفت باغا غير تسقايا غير الله يحفظ وصافي. الله يوصلنا ليان انا ديالي عملتي نعمل امل تكينه تكينه يا تكينه يا برافو. كان خصنا 6 خرجوا وصلنا 6 ونص، حنا باقين باقين كندورو عرفتو الدور داك تحمق في حد الدور. غنخرجوا دابا باش ما تحصلناش الشمس بزاف، لكن واخا داك انا تحصلنا مع الطبيب صافي. طلع اسامه يجي اخر حاجات اللي بقاو حيت ما قدرتش نهبطوكوش بدقه واحده، جبرتوني نزل معايا لناي ديالي هنايا يا عجبه الحال. لناي بولا شنو سكنة ديالي عرفتو صبحت عليكم ما عرفتي واش داك انترو ما عرفتي كيفاش جات. المهم صبحت الكاميرا حطيتها فاش كنهضر معاكم كنتجمع معاكم، لا ضو معوض لا بنتو معوض لا ديكور معوض لا انا معوضه. المهم قلت نبدا معاكم بلوك وصافي كيما عطا الله نصوب شي برانيين. تبارك الله ما شاء الله شحال من عام وحنا ما بعتياتنا في يوتيوب، تبارك الله ما شاء الله في شهر 11 بانو نو شوف يوتيوب انا شحال هادو 2017، ولكن باش رجعت نيشان 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 ومن ديك الساعه ما وقفت لكم يوتيوب هي نوفمبر 2019. تبارك الله ما شاء الله تقريبا 4 سنين. دابا حنا صافي عائله، دابا حنا كتشوفوني باي طريقه كتشوفوني باي حاله. المهم احبي دري كما كنت كنقول لكم قبيلات ان شاء الله يا ربي غادي نمشيو نعيدو في فرنسا صراحه بحلاوتها، كل حاجه بحلاوتها كل بلاصه بحلاوتها. وطبعا عاوتاني متشهين هكذا نعيدو ان شاء الله عاوتاني مع خالتي مع عمي وخصو ديال اسامه مع العائله نطلعو من فرنسا نطلع لهم شويه. صراحه ما نكذبش عليكم ما دركتش نفكر في حتى شي حاجه، الحمد لله اللي كان عندي اوتفيت ديال العيد ديال ولادي شحال هذه هو واجد، ما دركتش نعدل ولا نوجد ولا نعمل حتى شي حاجه ماشي مشكل. ان شاء الله يا ربي هذاك الشيء بغينا نمشي شويه بكري هاد اليومين هذا ان شاء الله سيولا من تا اليوم نوصل نرتاحوا، ومن بعد دابا خالتي نخرجوا انا وياها سنخرج غير انا. المهم نتفاهموا شنو عاد نعملوا، نمشي نسخر نعدل نوجد مع خالتي في الدار. بنات الله يوصلنا على خير وصافي. شوفوا باقي ما تحركناش حتى بلاصتنا، باقي ما تحركناش هما دابا الموقف حدا الباب. ليان تقيت جوج دويا مرات بديت الحوايج، تقيت على راسها تقيت عليا صافي. هما صافي كنتسنى اسامة شي يجيب قهوه، عرفتي عما يجيب اسامة يجيب قهوه ويجي تتكرت تقيت ثلاثه مرات.
الله يوصلنا ربي بخير على خير. كنت وصلنا عرفتي فوقات ما وصلنا تنعملوا بالنا بان فوقات ما وصلنا دابا مع العين نتوما عارفين منها اللوري ربي تنعس على صابت هي ما خمسة ونص تقريبا مية فايقة يعني كنتمنى ربي تنعس حتى حتى هي ودوز الغيبي ديال الطريق نعس عرفت هزت التليفون بقيت كنشوف ستوريز بقيت على ستوريز ديال الناس في الطريق ديال المغرب في مارسا في الباركو عرفتي شهاوني عاد تفك على المسمى بان الناس عوادين يعيطوا في المغرب يعني حنا دابا غندوزو الطريق لابد غادي نشوفو الناس عوادين هزتي واحد العصير لاتشين قلبي طالع صراحة بدك تجوع لي جاني ماما وها احنا وصلنا لأفينيو الحمد لله ربي وصلنا بخير وعلى خير واخيرا وصلنا وصلنا لأفينيو عرفتوا المدة الحارة شكيت عليكم ولكن لاي المسيكنا عرفتي مرة مسيكنا عودة تقيت لي مرة ثانية عرفت عليهم تخصخة غي نعسى مهم الحمد لله كنت أنا مزيان دابا نطلع نغسل وجهها نبدل مسليك لهم حيجة دقاي ونرتاح واش غنقول لكم الوصال لي وصلنا فطرنا قلت لخالتي عرفتي قلت لها بحوايجي بحالتي بكلشي قلت لها يلا خالتي نخرجو داريان جبرتو لي جزم بي اي ام فرنسا شوبينغ شوبينغ سخرة 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 المهم جيت على حساب ان شاء الله يا ربي نتوما عارفين يوم الاثنين 3 4 غادي يكون العيد وبغيت نشري الريغاليتوس نعواول ولاد لوسي ولايان المهم نشري هذا شي طونترياس شويه ديال السقاطه نعملو بهم واحد الديتايات هكذا المهم يلا ما نشوف شنو كاين بي ام كنتمنى ربي يجبر لي خصني نشوف حانيش نضرب باش اسامه مسكين يرجع ينعس صراحه كنت باغا نصور لكم بزاف بي اي ام ولكن كان الوقت قليل وتبارك الله كبر بزاف يعني دورنا عليه هكذا بالزربه المهم هنايا كنت كنوريكم الحاجات اللي عندهم ديال البلاستيك شوفوا هاد شحال مزيونين كيجي با كومبليتو هذا ديال البيكنيك البلاستيك اللي كيتغسل صراحه واعر بزاف ومن بعد ابارتي عندهم هاد كوبات وطباسل شي كوشي بلاستيك شي كوشي هكذا التراث بيكنيك صراحه مزيون ما تقولش شوفوا هاد شحال مزيون ما تقولش على هاد البلاستيك وهذا تحسني دجاج هادو دجاج صراحه هادو تا هما البلاستيك المهم صراحه عندهم داكشي مزيون هكذا برا تيراث برا بيكنيكس شوفوا جينا للدار نعست ليا شوفوا التنفس ديالها مسكنه
ولكن العيال مسكنا ديالي مريضة، عرفتي ما كاين غير بكي وسما دابا مشى للفارماسي. شوف عندي فوطه حتى كتقيق، بغيتي تقيق قرينا نبدلو صباناس كاملين. عندي فوطه هنايا باش اذا تقيت ما نرونيش الدنيا خاتي مسكينه. ومهم وسما جاب لها الدواء هذا ديال باش موكوس السهله، كنتمنى ربي يجبر عليه. المهم دينا هذا بعد واحد المغروفه، وكنتمنى ربي يجبر عليها ويحيد لها السائله اللي فيها. وانا كنظن حتى السنان دهنت لها الدواء ديال السنان في التقيمه ديالها، وكنتمنى ربي ترتاح. شوف مسكنا فيما مشات كتمد راسها. المهم خليت العين مع باها مقادش واحد شويه ترانكيله، جات هي مع خالتي غنعمل الحليوه ديال العيد اجواء. بالنسبه للحلوى غادي نعملوا الحلوى ديال اللوز الزبده. المهم سميناها هايده كيجي فيها اللوز والزبده هما الانجريدينتات اللي غنقول لكم الاساسيين. الصراحه ما صورت لكم شي ريسيطه اكزاكتامينتي، صورت لكم هكذا شويه ديال الاجواء. تشوفوا شويه كيفاش مدوزين هاد الوقيت هذا. غنطريو على العين يا سيد. صح صح صافي. وكيما شفتو من بعد ما خلتي عجنات الحلوى دازت عدل فورما ديالها، تعطيها فورما. المهم انا كنت معها كنساعدة مساعدة. تبارك الله جات مزيونة الصراحة، عرفتي كتحمق الحلوى ملي كتكون طرية يلاه طابت، جات لذيذة ما شاهدتكم فيها. وصافي حبيبات ديالي، من بعد في العشية مرة خرجت مع روسي، مشي ضربنا واحد الباسيت وحدة بالليل، تبردو طلبنا واحد البيتزا، وحتى لهنا وصل الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ربي يكون عجبكم.